أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. طبعاً نايمين. ليش أنتوا خارج تفرحوا بشي غير النوم؟ أنا بفرجيكم، طولوا بالكم. وبعدين معقول بدنا ننام؟ بدنا الصوت هاد كم عقل بكم الصبح؟ قول الحاج نوم صار الظهر. ليه ما كنتم ضلوا نايمين على عصر يعني؟ شو؟ صار الظهر؟ لك أمي أموت تكفيني رفقاتي عنا مشوار بدنا نروح سوا ربكو اتصلوا علي كتير وين تليفون؟ الظهر تيمو الساعة 7 الصبح للساعة. والله انا كنت عارفاني عملت هي الحركة مشان تفيونا، بس مشان هيك انا بدي انام ولا حدا يفيوني من نوب. بس اشتغل الطريقة بديكم حلوة ولا لا؟ هيك تعلموا. يلا 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 قوموا يلا. لك امي والله حرام عليكي، فيونتينا من الساعة 7 الصبح، ايش بدنا نعمل؟ ننزل نبيع حليب يعني؟ كثير مهضوم انت. لا عن جد كثير مهضوم، كمية الزناقة اللي عندك بدها معمل كولا لحتى يهضم. اسمعوا لكم، بكره رمضان وانا بالنسبه لي اليوم وقفه رمضان. ايوه وقفه رمضان، انا بعرف ايش رح يصير هلا. انا بعرف. ومن امتى رمضان له وقفه؟ يعني رمضان عملوا له وقفه وانا مالي خبر؟ ولا امك مخترعتها هي؟ اي نعم انا اللي اخترعتها. من الاخير يعني البيت كله يده بده ينقلب على قفاه ويتنظف. المطبخ رح يتفضى ويرجع يتنظف، الصالون رح يتفضى ويرجع يتنظف، البرادي، السداج، الغرف، كله يده بدنا نبلش غرفه غرفه. بس 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 يا عيني عليكي، انت عم تقولي تنظيف يعني شغل بنات شغل نسوان؟ انا لا اعرف اني مالي شغله. ليك بنتك فيقتيه خليها تشتغل معك. يلا لا يا خدامتكم، انا لفيت البيت، ايش في شغله شفوها على خدول؟ ايش في عندكم شغله تقطون يا لي؟ لا 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 اسمعوا اسمعوا اسمعوا، انا برايي هيك ما بيمشي الحال. قوموا اضربوا بعضكم، قوموا امسكوا بعضكم، شدوا شعور بعض، هيك بيكون احسن. يخرب بيتكم من حالكم، ما تروحوا اعملي جنس الاحترام. قوموا يلا. بعدين انتم مين قال لك مالك شغل؟ ولو عندي انا بدبر لك شغل وشغل رجال كمان، لا تاكل هم. يا الله ماشي ماشي موافق، بس اكيد مو من هلا، يعني مو معقول نبلش تنظيف من الساعه 7 الصبح. لا ما في من الحكي، دوبنا نلحق، اذا بلشنا هلا دوبنا نلحق بسرعه. سيبوكم الحقوني يلا. ماشي امي بس شوي منجي شوي بس. امي خمس دقائق بس، شن صحصح ولا ما صحصح يعني كمان؟ الله هدول الخمس دقائق بدكم صحصح فيهم يا سيدي. ماشي موافقه، خمس دقائق خمس دقائق، خلصوا بسرعه حقوني يلا. ها هاي خلصت الخمس دقائق، ايش شو بدكم تضلوا نايمين؟ بدي الحق انا يلا. نعم لك لسه ما صار ثانية. لا بقى انت ليش تتحججي؟ ايش رايك ما بتقطع وما بقى لي علاقة طويل؟ لا شكله انت الذوق ما راح ينفع معك، قومي بسرعة بسرعة. وانا كنت هيك عم بقول، انا كنت عم بقول لازم اقوم بسرعة عشان اساعدك عن جد. يلا قدامي. وانت شو؟ انا هون امي، قلت ابلش بالصالون اول شيء، ايش رايك؟ ايه يلا بلشي بلشي، انت كوجين عندك انا، وانت الحقني بسرعة الله يرحمك ما تتأخر. ولا فرقة معايا الناس من سالك من بصاص. الغرفة اتقلفطت اتقلفط. هاتي رأيك امي شو صارت الغرفة؟ قلفطت ما؟ فرجيني لشوف. لا 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 ما انطفي، طلعي الغبلة على الأرض، مسحي هالسوا، شدي ايدك العين تطلقك شدية. امي نفضلك سجاد كلياته، هي كانت اخر وحدة راح رجع لك اياها. ولد لا تدوس على الأرض، لا تدوس على الارض، لا تجاجي، قلت لا تجاجي، هلا مسحت لسه، هلا مسحت. يخرب بيتكم من حالكم، يخرب بيتك. وعم تعيطي على اخوكي كمان؟ يا ستي ورجعي مسحي ده، وين المشكله يعني؟ ما هيك هيك ما كانت عجبتني انا. نعم بدك يعني ارجع عندك مره ثانيه؟ ليش؟ شايفه شر مختي ولا جد انا؟ ولا لك ليش عم اعذب حالي؟ ها بطلنا نشتغل، يلا لشوف. ايوه الى الظاهر احنا بلشنا ندخل بقلة الادب. بدك تعيديها؟ يعني بدك تعيديها. طبعا 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 امي حياتي، ولا تزعجي حالك، انا برجع بعيد مره ومرتين وثلاثه شغلتي هاي. ولو صباح الخير، شو بكون هيك قلبين البيت على فهم الصبح؟ حط الكرسي هنيك، حطيه هنيك عليه يا عبده، عم ننظف لانه بكره رمضان. لك ايه صعيب بكره رمضان، معناها مالك عين الفطور ما رح ناكل اليوم. ومين قال هالحكي؟ خمس دقائق خمس دقائق بس بكون فطورك جاهز، لا تحرك جايتك لعندك. لحظه شوي، مينو هاي؟ هي امك مو؟ ما بعرف بس اكيد هي امك يعني. هلا احنا صرنا من الصبح عم نقول لها بدنا نفطر وبتقول لها ما في فطور،
مجرد ما سمعت انه انت بدك تفطر راسها قامت هي بدها تعمل الفطور، اكيد فيش الا عندك مصلحه شيء. انا بعرف، انا هلا عم بحاول افهم. اول مره بتعملها لا، وقامت هي وما قالت لها خدوش تعمل اكل، هي قامت تعمل بذات نفسها. انا باين مطمن لها منوب. الله يستر. ايه والله فعلا الواحد لما بعبي كرشه بسلطن. تسلم ايديكي. تعرفي ايش كان ناقصنا والله؟ كاسة شاي. لو كان موجود والله كاسة شاي كان تمام. والله عرفاني من دون ما تقول كنت عم بجهز حالي. لا تحرك، ثانية بتكون كاسة الشاي عندك. كمان؟ لا وقامت وهي بذات نفسها. ايش بدها هي مني؟ بلاش تخاف. عملت لك كاسة شاي. راح تسلطن عليها. تفضل. اي شو هالسرعة هي ام عبادة؟ تقولي كانت جاهزة. غريبة مو؟ ولو انا بعرف انه انت بتحب الشاي كثير بعد الاكل، مشان هيك جهزت لك اياها. هلا ندخل بالمفيد بقى. بدي منك طلب صغير كثير صغير، يعني انت بتعرف انه بكره ان شاء الله رح يدخل علينا رمضان. ايه بعرف بعرف بعرف، كل سنة وانت سالمة ان شاء الله. وانا عم بقول فطور وشاي، في لنا بالموضوع خير؟ احكي لشوف خير. اي لا لا لا، خير ان شاء الله، لا تشغل بالك منو بدك. بسم الله الرحمن الرحيم. من هون. ليك اسمعنا على فكرة، بدنا 5 بطاطا، 5 بصل، 20 بندورة، 15 خيار. بس هدول وببقى اذا لزمنا شي ننزل نجيب. ليش لسه بده يلزمك شي؟ بعدين ليش ليش؟ ليش كل هاد؟ بدك تفتحي ما قد الرحمن يعني؟ ولا بدك تفطري الحارة كلها على حسابي؟ ولا عم تحكي معي الحكي كأنه هدول الغراض لي؟ هدول الغراض لك ولأولادك بشهر رمضان، بعدين انت هات 7000 وبقى اللي بزيد برجع لك اياه. شو؟ 7000؟ وليشك عم تقولي يا وبرود التعصاب كأني عم تقولي 200 تربية تيرا؟ قال لك شغلة كاستك الشاي امسكي، ها؟ وهي بطلنا نشربها، وفطور بطلت افطر بالبيت، قال لك شغله انا رايح افطر عند امي، هيك هيك بفطر عندي وما بتاخذ مني مصاري وببلاش، خلصنا بقى. يعني ما بدك تعطيني مصاري انزل اجيب الاغراض؟ لا يا ستي ما رح اعطيكي، ولسه قال لك شغله ما رح تشوفي وشي بشهر رمضان كلياته، يومين عند امي، يوم عند اخوي، يوم عند اختي، يومين بقيت الرحمن كون مضي الشهر وما دفعت انا ولا ليره. ماشي يا ابو عباده، عمال وكتر، يعني ما بدك تعطيني مصاري مو؟ بلك رح ارد عليك ما رح ارد عليك، بسيطة انا بفرجيك. يلا عبادة بسرعة ما بدنا نتأخر. يلا وافي وافي عندك. وين رايحة انتي؟ لا تشغل بالك، مشوار قريب هون، روح على جعان. عبادة عبادة تعال هون. وين رايحين؟ ما قارتك؟ ما بعرف، دخلت عندي على الغرفة معصبة كتير، قارتي أم البيس امشي بسرعة. عمل لها شي انت؟ عصبة كمان؟ قولي هيك ما ناقصنا بس. اسمع لك واتس واتس، اوعك تنسى الواتس. وين بتروحوا بعتها واتس؟ ماشي؟ ماشي، بس انت عارف واتسابك مفتوح. ماشي؟ يلا يلا عجبك هيك؟ ليش عصبت انت؟ الله دخول عبادة، دخول ساعدوا لزلمة بيها افطري، ساعدوا دخولوا تاعوا. لحظة شوي، انو زلمة؟ قولي مرمطة مرمطة وبس. انا بس بدي اعرف انت ليش معصبة؟ على فكرة مجهزت لك مفاجأة راح تكيف عليها. تفضل 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 تفضل. قولوا طولي بالك، فهميني ايش عم بصير؟ منين جبتي مصاري حق كل هدول الاغراض؟ ليش ما قلت لك؟ مو طلعت هاي المفاجأة؟ تعال 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 بسرعة، في زلمة واقف على الباب بده يحكي معك. تعال على الباب. وينه؟ تفضل تفضل، ايش لازمك؟ حضرتك بدك تدفع الحساب؟ تمام ما عندك أي مشكلة، إذا أنا كامل رصيد الحساب كلياته مع الفوانيس والزينة 6800 ليرة، تفضل. شو؟ 6800؟ ليش؟ حساب شو هاد؟ ولو هدول الطلبات اللي طلبتهم مدام حضرتك، والكياس اللي كان عم دخلون من شوي، حتى في كياس برا ليكم، هدول تجهيزات رمضان من الشركة من عنا طلبتهم المدام. ها؟ وانت قلت المدام، يعني المدام اللي اخذتهم، تخول خذ مصاريك منها لما لي علاقة. شو نحن وقعنا بين ايدينا الصابة ولا شو؟ لو سمحت خذي طريق بدي اشوف المدام، انا بدي اخذ مصاري. يلا لو سمحت. وقف عندك وانت يا اخي، طول بالك، بس بدك تدخل؟ طول بالك 6800، يا ربي دخيلك، راح راتب الشهر. يوه حسبها لزلمة ابو عبادة، عيب موقفه على الباب. هن 6800 منيح ما جبت كل الاغراض. انت بدي بوزك تحكي اليوم رح تطلعي كلهم من ورا راسك. طولي بالك. وانت انت لسه واحد تستنى بتتفرج. مسوك هي مصراتك، مسوك هي مصراتك. الله معك. يلا ها يا عيني عليك،
شايف ما احلاك لما بتدفع مصاري بعدها هدول غرض دمي مفكر قليل من قليل هدول هن قلك لأولادك قليل لأولادي قلتي ماشي والزينة والفوانيس ايش بدك فيهم مش عايز جبت كل واحد حقه هديك الحسبة يو ما بدنا زينا رمضان ما بصير انت ما بتريده ايه لا 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 ما بريده ما بريده ولو طول عليك ابو بدر ليش عصبتي والله ما عندنا شيء وريد اخي كل حقوني ايه وين بدك تروحي مني على قولتك تجهيزات رمضان رمضان مبارك عليك ان شاء الله تعي لهم قلتلك بلا قلتلك بلا بلا ما تشتري ما تسمعي حكي ما تسمعي حكي خليك تستاهل خليك عم تنضربي ولك حتى انت عم تنضربي بدك تنضربي كمان